برنامج المسابقة الدولية في اللغة العربية. بعد جهد متواصل ومراحل عدة، وصلت مسابقة اللغة العربية في نسختها العاشرة لمدارس الأئمة والخطباء إلى المحطة الأخيرة، ليكرم الفائزون في حفل كبير رعته عدة مؤسسات وهيئات، وحضرته شخصيات أكاديمية وفنية وخبراء لغويون. ونرجو الاستمرار بها. تنافس الطلاب على مدار فترة من الزمن، واليوم سيتوج الفائزون في حفل الاختتام بعد لحظات من الآن. إذا عدد الطلاب أو الطلاب يعيشون الآن جو من الحماسة، جو من التوتر، ليتعرفوا بعد قليل على هذه المنافسات. كذلك بعد قليل سنشاهد نهائيات برنامج المناظرة العالمي، سيتنافس الفريقان اللذان تأهلا إلى النهائي. الجولة الختامية تضمنت فقرة المناظرة على مستوى ثانويات الأئمة والخطباء بين ثانويتي بي أوغلو ومحمد أمين سراج، وذلك حول التفاضل بين المدن الكبرى والأرياف. هذا شعور جميل جدا، وهذه المناظرات كانت فرصة كبيرة لنا لنطور لغتنا ولنعبر عن أفكارنا عن كل شيء. لا نحن بذلنا كل جهدنا والآن ننتظر نشارك هكذا في العربية. هذا يكون أننا تقدمنا كثيرا في هذا المجال، يعني فبدأنا أن ننافس بالعربية، فهكذا أشعر طبعا يعني بشكل جيد. استخدم المتسابقون في مناظرتهم الأسلوب البرهاني والتفسيري لإثبات وجهات نظرهم المتفاوتة، متقلدين بالمحاكاة الجسدية والمنطق اللغوي بجمل بيانية تساهم في المحاججة والإقناع. ليدافع عن الرأي القائل أن العيش في المدن الكبرى مصالحه أكبر من مسامئه. نجد في هذه المناظرات أهمية كبيرة، الطلاب يتطور مستواهم اللغوي، تتطور قدرتهم على الإقناع والمحاججة، ولا ننسى أن هؤلاء الطلاب أولا وآخرا يحاججون ويقنعون بلغة ليست لغتهم الأم، فيعني بالنسبة لنا هذه المناظرات فرصة لا تعوض. نهاية المطاف، توج الفائزون الذين خاضوا السباق الأدبي وتفوقوا على قرابة 127 ألف طالب وطالبة من عموم الولايات التركية، وذلك في مجالات إلقاء الشعر والخطابة والمناظرات والخط والغناء والتمثيل المسرحي.